زي ما كنا بنتكلم على حواديت رمضان الصبح وفقرة حواديت رمضان اللي بنقدمها في نهارك سعيد مع أستاذ سامح الزهار، كمان اللوحات الفنية حواديت، وكل لوحة ليها حدوتة بتبتدي وتنتهي وتبدأ وراها حدوتة جديدة. ضيفتنا النهاردة هي دكتورة بونسي الأدهم، الفنانة التشكيلية، وهنتكلم عن أعمالها الفنية واتجاهها للطباعة تحديدا أو تركيزها مع الطباعة تحديدا، وعن أهم الأعمال الفنية بتاعتها. أهلا وسهلا يا بونسي، نهارك سعيد. نهارك سعيد وأهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وأهل مصر بخير وشعبها بخير وربنا يحفظها يا رب. وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى في خلال الشهر الكريم ده ان هو يحفظها ويحفظ اهلها جميعا في ظل الظروف والاحداث اللي حصلت مؤخرا اللي تزامنت مع دخول شهر رمضان، واللي فيها بعزي اخواتنا الاقباط على مصابيهم الاليم في حادث المنيا الارهابي. اكيد طبعا. بونسي، انت خريجه فنون جميله ولا خريجه تربيه فنيه؟ خريجه تربيه فنيه يا فندم. تربيه فنيه دفعه 2003؟ 2003. كنت قسم نسيج ولا قسم ايه؟ لا انا تخصصت في الماجستير، وتخصصت في الدكتوراه، يعني تخصصت النسيج طباعة المنسوجات في الدكتوراه. طباعة المنسوجات. اما الماجستير فانت مش هتصدقي، كانت في علم نفس التربيه الفنيه. الله، دي حاجة لطيفة جدا. يعني ايه علم نفس التربية الفنية؟ علم نفس التربية الفنية ان حضرتك تبتدي ان انت تخوضي في نفسية المريض، حضرتك تبتدي تخوضي في نفسية المريض او الفنان عموما، خلاص، وتبتدي ان انت تشوفي ايه المشاكل اللي هي بتطرأ عليه، بس بيعالج هنا بقى النواحي النفسية، بيعالج النواحي النفسيه. احنا عندنا في حاجه اسمها العلاج بالفن. وفي العلاج بالفن ده بتقدري ان انت من خلال الرسومات التعبيريه للطفل تبتدي ان انت تعرفي ايه المشاكل اللي بيمر بيها. يعني انا هديكي بس مثال بسيط. يعني كان في طفل في الحضانه رسم رسمه عباره عن والدته، عباره عن ايد، عباره عن شوكه، ماشي، والايد الثانيه سليمه. فسالته ليه انت رسمت ايديها شوكة والايد التانية دي سليمة؟ قال لي لان هي دي الايد اللي بتضربني بيها لما يكون بابا مش موجود، وانا بحب بابا قوي بس هو بيغيب كتير عشان شغله. يا روحي. فدي من هنا ابتدينا نعرف ان في مشكلة، وابتدينا ان احنا برضو ان احنا نحل ده عن طريق الفن. وطبعا مجال علم النفس واسع في النواحي الفنيه. ده تخصص رائع جدا. ازاي ممكن استغلال، يعني حضرتك قلتي ممكن يستغل كده للاطفال، في ازاي للكبار؟ يعني الاطفال ممكن ما تبقاش واعيه قوي يعني لنفسيتها للحاجات دي كلها، لكن الكبار ازاي ممكن يستخدم علم النفس للكبار في الفن؟ يعني في الفن في حضرتك كان نظريات اتعملت تم تطويرها، زي نظريه هوارد جاردنر اللي اتكلمت عن الذكاءات السبع، تمام، اللي ايه الذكاءات السبع؟ الذكاءات السبع او نظريه الذكاءات المتعدده. تمام. اتكلم من ضمن الذكاءات دي ذكاء بيختص في الذكاء المكاني البصري، ده يعني زي ما بيقول لك ايه تخصص التربيه الفنيه. اللي هو بيه بتقدري ان انت تعرفي المشكلات الحياه الاجتماعيه او اليوميه، بتقدري فيه تعرفي المشكلات الاستراتيجيه، بتقدري ان انت من خلاله تعرفي مشكلات اللي يعني اللي بتدور حواليك. يعني هديكي مثال، مثلا ابقى واعيه للبيئه اللي حواليا، يعني بالظبط كده، اليرت للبيئه اللي حواليا. بالظبط كده. فاهمه؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه من ناحيه المشكله الاستراتيجيه، ازاي الفن عالجها. كان ايام الحرب العالميه الثانيه كان في الطيارات لما بتروح عند العدو وبتتضرب في اماكن، بترجع في الاماكن دي متصابه، ففي منها بتبقى اماكن قاتله وفي منها اماكن ما بتبقاش قاتله. فالمهندسين اشتغلوا على ايه؟ على حاجه اسمها التصور العقلي والذهني، بحيث ان هم ايه اللي ممكن ان احنا نقدر نعمله ويحل لنا المشكله دي عن طريق الرسومات. تمام. التصور الذهني، وابتدي ان هو ايه يشوف ازاي انا ادور الحاجه ده هي عشان اقدر ان انا اتلافى الثقوب اللي حصلت في الطياره، في جسم الطياره، واقدر ان انا ايه اعالج الطياره بتاعتي. وقد كان بداوا يشوفوا ايه الاماكن اللي كانت بتصطاد، فابتدوا ان هم يعملوا لها هيكل درع يبتدي ان هو ايه يغلف بحيث ان هي لما تروح ما تتصابش، انما لو اتصابت بقى في اماكن قاتله كده يبقى خلاص كده قضي الامر. بس هو عموما دايما بيقولوا ان الفن بيبقى دايما سابق خطوه.
تمام. يعني الفن في كل مجالاته، السينما بتبقى سابقه العلم ساعات، الفن بيبقى سابق الهندسه، هو يعني كل الحاجات، يعني الفن سابق دايما خطوه، لان هو حياتي وسطي حضرتك، بيدمج ما بين العلوم الانسانيه والعلوم اللي هي الكيميائيه او العلميه عموما. تمام. فهو هو علم وسطي او فن، اللي هنا الفن هنا حاجه وسطيه بالظبط كده، جسر كده ما بين الاثنين بالظبط. ايه اللي يعني انت لما درستي او لما عملتي الماجستير بتاعك في الموضوع ده، فرق معاكي انت في ايه؟ فرق معايا فنيا وانسانيا الاثنين. إيه انسانيا؟ علم بدات نفس الفني صح، التربيه الفنيه، علم نفس التربيه الفنيه. التربيه الفنيه بدات ان انا اشوف المشاكل اللي حواليا اللي ممكن حد كتير مننا يغفل عنها، سواء في الاطفال سواء في الكبار، ازاي ان انا ابتدي ان انا الاحظها وابتدي ان انا اعالجها من الناحيه الفنيه او من الناحيه التعبيريه على الاقل. ده البدايه يعني بالنسبه للاطفال، ممكن من نواحي ايه ان انا ابتدي ان انا اقول له ايه، طب ارسم لي الحاجه ده، من خلالها ابتدي اعرف قصه الحياه عنده ماشيه ازاي. تمام. من خلال القصه هو بيرسمها. ده الاطفال ده بالنسبه للاطفال يعني. لو انا هحل له مشكله وبيها بس اعالجه ايه، ما بهتمش ساعتها اقول له لا ده انت رسمتك وحشه، لا اقول له لا كمل كمل، انا هنا بهتم بالناحيه العلاجيه مش بالناحيه الفنيه. اما بالنسبه ان هو زي فضفضه بس ممكن يكون هو مش بيعرف يعبر بالكلام، لانه هنا في الفتره دي تلقائي فنيا. ايوه بالظبط، هو في الفتره دي بيبقى تلقائي، بيعتمد على ذاتيته، بيحب ان هو يعبر عن اللي هو بيحس بيه اكتر. بس دي على فكره طريقه ظريفه جدا لو علمناها للامهات، يعني لو الامهات فعلا، يعني مش لازم حتى يكون الولد او البنت بيعرفوا يرسموا، يعني تسيب له ورق وقلم وتسيبه يفضفض كده وهي تقرا، هي تشوف بالزبط. هو بيفكر في ايه، بيحس بايه، اللي مضايقه ايه، اللي بتاع، تستشف من الحاجات دي. اعتقد فكره ظريفه يعني بالظبط كده. وعلشان كده من خلال الرساله بتاعتي دي عملنا مقياس يقيس ده، يقيس الذكاء المكان البصري، عملناه من خلال ابعاد خمس، بحيث ان هي تقيس لي. لا قوليها لي بالبساطه كده، مش عارفه اعمل الابعاد يعني. حطينا يعني بنود. هديكي مثال. انا بفهم بالامثله. هديكي حاجه بسيطه. كان في بعد اسمه، وبعدين عاجبني الالوان اللي انت لابساها قوي. سي ده من ذوق، بس دي النواحي الفنيه. هقول لحضرتك، يعني مثلا كان في بعد اسمه الاغلاق البصري، انا هبسطها لك. انا دلوقتي مثلا قدامي دايره عباره عن نقط، تمام، بس مش مكملاها، او مثلا شيء مثلا شكل الهلال. خلاص، انا ساعات بعينيا بكمل وبقفل الدايره بتاعه شكل الهلال. ما كان ده قطع ناقص. تمام. هو هنا كذلك، انا مثلا بديله رسمه، الرسمه دي انت كملها لي، تمام، انت شايفها ازاي، تكمل ازاي. تمام. عندي قصه، القصه دي انا حكيتها لك بس ما قلتلكش النهايه بتاعتها، كملها لي بالرسم تبقى عامله ازاي. ده القطع الناقص، ازاي ان انا اخلي الايماجينيشن او الحته التخيليه عنده شغاله، لان احنا بنوصل عند مرحله الثانويه العامه. تمام. الطفل في المرحله دي بيبتدي ان هو يبقى واقعي زياده عن اللزوم، ويبتدي ان هو ينفصل، او بمعنى صح من ثالثه اعدادي بيبتدي ان هو يبعد عن الناحيه الايماجينيشن اللي احنا بنحب ان احنا نطورها له علشان خاطر تنفع فيما بعد. طيب خلينا نشوف بقى اعمالك الفنيه يا فانسي. يعني احنا اتكلمنا، ده شق مهم جدا، وانا شايفاه اللي هو نصيحه كمان للامهات كلها جميله جدا، والمدارس اكيد يعني لو دي موضوع متاخد في البال في المدارس هيبقى مفيد جدا. إيه عملتي كم معرض لحد دلوقتي؟ لا هو صراحة أنا ما عدتهمش من كترهم. لا والله ما شاء الله، الله أكبر. طيب احنا شايفين لوحات بتاعتك يا فونسي على الشاشة، قولي لنا اشرحي لنا بقى ايه الخامات اللي بتستخدميها في شغلك وعبارة عن ايه؟ مش شايفة كويس من هنا بقى. مبدئيا حضرتك، انا تخصصي زي ما قلت لحضرتك في الدكتوراه كانت طباعه منسوجات. اهتميت بالنسيج والطباعه لان ده قايم عليها النواحي الاقتصاديه والتجاريه والصناعيه في البلد، ومن اهم الصناعات والمجالات. دي كان افتتاح معرض في متحف محمود مختار هنا. تمام. اللي قصاد الاوبرا. كان بافتتاح استاذ الدكتور خالد سروق. لابسه فوشيا؟ لا انا اللي صورت من الناحيه الثانيه. ما لقيتش ساعتها حد يصورني. صحيح ده معرض كان مجمع يعني؟ ده معرض دايما مجمعه اللي انا بشارك فيها. حضرتك ده مهرجان تشابك الاول، ده هتلاقيني انا اللي لابسه احمر بقى. الحمد لله حد صورك المره. طيب الرسومات بتاعتك، خلينا نشوف الاعمال الفنيه بتاعتها يا جماعه، الصور اللوحات
ده مش منسوجات اللي احنا شفناه في الاول، ده مش منسوجات، لا دي طباع، دي طباع، طباع على النسيج، على حضرتك، على القماش. ده طباع على القماش، انا مش شايف منها طبعا زي شكلها كانها لوحه دي زيت عادي. لا لا طباع على القماش، ما هو ده بقى لي الجميل في الموضوع. ان انا وصلت في مرحله الطباعه، ان انت لما تشوفيها تتهيالك ان انت بتتفرجي على لوحه رسم وتصوير. صحيح، ما مش بتتفرجي على طباعه زي ما انت كنت عارفاها زي زمان. ايه الخامات اللي ممكن يا جماعه نشوف اللوحه؟ ايه الخامات اللي بتستخدم في طباعه المنسوجات؟ لا الخامات دي ده طباعة منسوجات. دي طباعة ده يعني ده على 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 قماش. هنا ده ورق اسمه قطن، ورق قطن. اوكي، ده بيبقى معمول ايه يعني، عباره عن ايه؟ دي اسمها طباعه بالالواح الخشبيه او طباعه حفر. تمام، في نوعين من الحفر، حفر على خشب وفي حفر على زنك. دي هنا حفر على خشب. تمام، وان انا فيها استخدمت ان انا بحفر الاول على قالب خشب الشكل او التصميم بتاعي، الديزاين بتاعي. وبعدين ان انا ابتدي ان انا انزل عليه بالاحبار بتاعتي. وبيها اروح ايه طبع على الايه، على على ورق القطن. يعني القماش هو الطباعه بتاعته بتبقى كده، ده التكنيك بتاعها. لا في قماش ده ايه؟ طيب هنا دي حضرتك ده بقى الحفر على الزنك. ان انا بحفر على الزنك تمام باحماض. تمام، وبعد كده هو بكبسه، وبعد كده بكبسه ببنبس على ورق القطن. تمام، يعني ده الطريقه التقليديه، ده الطريقه العاديه اللي هي بتعمليها في طباعه النسيج. دي أبسط. يعني لازم يتعمل على الزنك وبعد كده يتطبع على القماش، وبعد كده هو يطبع على الورق. هنا على الورق، في طباعه على القماش وفي طباعه على الورق وفي طباعه دلوقتي على الجلود وفي طباعه على على الخشب. وفي بصي دلوقتي الاسطح مختلفه. وايه الالوان اللي بتستخدم فيها طباعه المنسوجات والجلود دي؟ دي مفتوحه، في صبغات، في عند حضرتك الاحبار، في عند حضرتك ال اقول لك ايه بمنتهى البساطه، مش ساعات بنقول الجيش قال لك اتصرف. لو حضرتك عندك صبغه سوري يعني اللي انا اقول لك بس ابسط حاجه. عارفه ورنيش اللي هو بتاع الشوزات؟ طبعا. تمام، ده مجرد ان انت تشتغلي بيه على الجلد الطبيعي خلاص زي الفل. يا حلاوه. لا بس ايه الحاجات، الخامات اللي بتثبت؟ ما دي من ضمن الحاجات اللي بتثبت. والله ايوه فعليا. تمام، والقماش ايه الحاجات اللي بتثبت؟ القماش حضرتك اللي عند حضرتك الصبغات، عند حضرتك الاحبار، عند حضرتك الـ الالوان البيجمنت. تمام، دي انا بقول لك مسمى منها يعني، في الوان قماش. خلاص، في ريليف، حاجات جديده طلعت. تمام، اسمه ايه؟ الريليف. في دلوقتي اقلام قماش تقدري ان انت ترسمي بيها على القماش. بجد حضرتك عارفه شغل المندلة؟ تمام، اللي هم بيرسموا بيها الحواط. اي من ضمنها، من ضمن الاقلام دي اقلام تقدري ترسمي بيها المندلة على القماش عادي جدا. الله، في مخصصه للقماش. ده لطيفه جدا، تقدري ترسمي براحتك زي ما انت عايزه. ايه ده، احنا ممكن احنا نفسنا نعمل ده أكيد. يعني لو حد مش فنان يعرف يعمل ده؟ طبعا لا؟ طبعا طبعا. دي قولي لنا الطريقه طيب عشان احنا نحب نعمل كده. مبدئيا اهم حاجه ان حضرتك عندك الرغبه، دي اول حاجه. بتبتدي بعد كده تبتدي يعني تشوف، يعني في اصلا في رسومات مندلة جاهزه، في رسومات مندلة جاهزه بتبقى موجوده على النت، انت بتقدري ان انت ممكن تجيبيها. وفي موجود في المكتبات لو انت تقدري. يعني ممكن اجيب تي شيرت ولو وانا اعمل عليه اطبع عليه بعض ازاي؟ طب قولي لنا بقى الطريقه. ان انت حضرتك لو بالاقلام اللي بقول لحضرتك عليها ده، هي بتاعت القماش. تمام، انت بتجيبي موجوده متوفره، دي موجوده. تمام، هتيجي بتجيبي التي شيرت بتاع حضرتك وايه، وبتبتدي ان انت تطبعي عليه الرسمه بتاعتك. لو انت ما بتعرفيش ترسمي ممكن تجيبي كربون وتبتدي ان انت ايه ترسمي الرسمه بتاعتك. وبيها تروحي جايبه القلم. ممكن اجيب رسمه مندالا مثلا واطبعها عليه بالكربون. بالكربون بالكربون وامشي عليها بالظبط كده. تمام، وتمشي عليها بقلم القماش بتاع اللي انت ايه جبتيها. تمام، وهتثبت. والون بيها بقى عادي، وهتلوني بيها وهتثبت، وهتغسلي وهتلاقيها تتكوي بعد كده ومفيش مشاكل خالص. بيقولي بتحط في الخل عشان تثبت الالوان دي حضرتك. صح، دي معلومه ظريفه. بس هقول لك هي بتبقى في الصبغات اكتر يعني. لما تكوني انت مستخدمه حاجه فيها صبغه. تمام، الصبغات طبعا كل الكلام اللي انا بحكي لحضرتك فيه مجالات واسعه. واساليب الطباعه كبيره جدا وكتيره جدا. تمام، حضرتك الصبغات لما تحطي في الخل اللون بيثبت مش كده؟ تمام. وفي عند حضرتك برضو الوان انت لما تستخدميها مع المكوى تديها زهاء. تديها زهاء وما تبطلش. وفي الوان تانية لما تحطيها تديكي احساس القدم.
الهند حاجه قديمه تمام، على حسب الوان يعني نوعيه صبغات انت بتستخدميها وعلى حسب النسب وعلى حسب انت ازاي بتستخدمي الطريقه بتاعتك اللي انت بتقدري ان انت تعملي فيها. عملتي الموضوع طورتيه في شكل مشروع يا فرنسيه ولا لا حضرتك؟ يعني انت شغاله في موضوع يعني يطلع منه مشروعات ربحيه كويسه جدا، لان ده طباعه منسوجات. تمام، يعني فين بقى المشروع؟ فين بقى المشروع؟ فين المشروع بقى؟ مبدئيا كان في معرض فيرنكس الدولي بقاعه المؤتمرات بمدينه نصر. تمام، المعرض ده كان قائم على انك تقدمي فيه منتج طباعي جديد يدوي، مش زي ما هو معمول دلوقتي ان انت تستخدمي التقنيه الاليه في الطباعه. تمام، انت ممكن ان انت تستخدمي، هم عايزين يشوفوا الحاجه اليدوي، فبناء عليه عملت طباعه يدويه دخلت فيها ثلاث اساليب وابتديت ان انا ايه اوريهم، حتى هي موجوده هنا في الصور لو ريت نشوفها. يا شكلها ايه؟ كان عملت لهم شيلان اللي هي الخفيفه الحلوه دي. تمام، نشوفها لو موجوده. بالفن المصري القديم بتاعنا. تمام، بس دخلت معاه ايه وحده اللوتس مع وحده اللي هي الزخارف اللي هي الاسلاميه الفن الاسلامي، فكان جديد عليهم. فرعوني استخدمت زهره اللوتس مع زخارف الفن ايه الاسلامي. تمام، وابتديت ان انا ايه اوظفها على هي اللوتس برضو ماشيه مع الفن الاسلامي. انت عارفه تختاري التيمه ازاي يعني. نوفق ما بين الفنون وبعضها. تمام، ونوفق ما بين الاساليب وبعضها بحيث ان هي تدينا الماتشنج اللي يريح الناس، واول لما يشوف يا ده حاجه حلوه دي حاجه واو، لا انا احب البس حاجه زي كده بتخليني انتمي لمصر والبلدي. تمام، يعني اللي يشوفني من بعيد يقول لي لا ده مصري، لا الزخرفه دي فعلا انا درستها في الفن الفلاني المختص بيه المصريين. ايوه، فهو ان انت ازاي تتميزي عن الاخرين بفنك باسلوبك. ايوه ده جميل جدا جدا. في المشروع برضه فيه مشروع برضه هو لسه ماشي. وروني يا جماعه الشيلان الجميله دي. وبناء عليه برضو ده اللي نفعني وده اللي خلاني في الدكتوراه ان انا اجتهد. ان حلوه قوي دي يا فرنسيه. ما هو ده بقى ايه ده الدكتوراه. تمام، لوحه من لوحات الدكتوراه. كانت عن ايه بقى؟ كانت عن حاجه اسمها عجائن التجاعد المستحدثه. لا خلاص، طب شكرا. لا ما انا هقول لك. لا خلاص مش عايز. ما هي مدرجه براءة اختراع. براءة اختراع؟ ان انا ازاي قدرت ان انا اوصل. وايه تاني بقى؟ عجائن ايه؟ عجائن التجاعد المستحدثه. التجاعد؟ التجاعد المستحدثه. ازاي ان انا اوصل لطريقه عجينه تقدر ان هي تغير لي في الخواص الكيميائيه للقماش. استخدمتها على الايه؟ على القماش اللي هي الالياف القطنيه والالياف المخلوطه إيه المخلوطه القطنيه. في ايه بقى؟ ايه العجوبه بقى في الموضوع؟ ان انا اوصل لتركيبه تحافظ على خواصها باستمراريه، وان هي تغير لي في التركيب النسجي وتحافظ عليه حتى بعد الغسيل، حتى بعد الكوي. يعني التجاعد اللي انت شايفاه ده هنا فيها دي؟ ما هو في تجاعد خفيف، في تجاعد ايه؟ تقيل. تمام؟ على حسب اللوحه الفنيه اللي انت اشتغلتيها، وازاي ان انا اوظف ده ان هو يتعامل كلوحه فنيه. ده ما كانش ده في تجاعد برضه؟ ده كان موجود في المصانع زمان قوي. كانوا ايه؟ كانوا بيعملوه عن طريق ايه؟ اتنين كلندر، ويبتدي ان هم يضغطوا ايه؟ القماشه ما بين ايه؟ الاتنين. ده باينه فيها دي. بالظبط كده. بالظبط كده. يعني يعني هي دي بتبقى في القماش نفسه التجاعد ده؟ لا، العجينه اللي انا عملتها. العجينه. أيوة. فوق القماشه. ايوه، وابتدي ان انا ايه اعمل التصميم بتاعي بالعجينه دهان، وابتدي ان انا ازاي اوظف الصبغه المناسبه. حلو قوي الالوان فظيعه. بحيث ان انا اوظف الصبغه المناسبه اللي تخليني اقدر اعمل التصميم ويديني ايه الزهاء اللي انا عايزه، وما تخلينيش ان هي تطفي وتثبت. تثبت. ظريف قوي. حلو الوش برضو. ما احنا بنتكلم عن الناحيه التعبيريه. انا اتجاهي الفن التجريدي والتجريديه التعبيريه. جميل قوي ده. يعني انت كانه فعلا لو انت عملتيها على ملابس او كده، الواحد كانه لابس لوحه فعلا وماشي. ده بالظبط اللي هو بالزبط. مش لابس بوستر مثلا يعني ولا حاجات، دي لوحه فنيه. في ناس بتلجا للبوليستر علشان خاطر بيدي احساس الكرماشه اللي هم عايزين يوصلوه في البلوزه اللي هم لابسينها. تمام، بس للاسف مع الغسيل والمكوى بيفك. تمام، لا هنا احنا استخدمنا على الاقطان ماشي، والاقطان اللي مخلوطه بنسبه بوليستر ماشي، بحيث ان احنا ايه ما يفكش. ده جميل. تلبسي التصميم اللي انت عايزاه وما يفكش. طب وانت الحاجات الافكار بتاعتك دي عرفتيها على شركات مثلا ليها علاقه بالملابس او حاجات زي دي؟ دي فكره، براءه اختراع وفكره جميله. وانا شايفه ان انت لو عملتي لوحات فعلا
لو حتى اوريجينال على الحاجات دي من بتاعه فنانين حتى انت وزملاء ليكي، احساس ظريف قوي ان انا ابقى لابسه لوحه وماشيه باللوحه يعني. ده اكيد ده اكيد، ده احساس جميل يعني. ده اكيد، بس انا اتمنى ان ده يكون في الخطوه القادمه ان شاء الله باذن الله. لازم ده اكيد، لازم تسعي ان انت تسوقي فكرتك بصراحه. اجتهدي خلاص، انت خلصتي الشق العلمي وخلاص خلصتي الاقصى يعني، بقيتي دكتوره ما شاء الله. دلوقتي الشق العملي بقى لازم تركزي فيه تسويق الفكره دي، وازاي تعمليها تحوليها لبروجكت، وتحولي الفكره بتاعت براءه الاختراع بتاعتك دي لبروجكت. انا بتمنى كمان في مصر ان يكون ان احنا ناكد على المشروعات الصغيره. احنا لما بندي ناس ونعلمهم ازاي يعملوا حاجه زي كده، المفروض المشروعات الصغيره بالظبط يعني كده يعني ان احنا نوازن ما بين الناحيه اللي او في الطباعه الاليه تمام، وفي الطباعه اليدويه، ان احنا نحافظ على الناحيه اليدويه اللي فيها القيمه والحس الانساني اللي انت بتشوفيه في القطعه. أيوة غير لما تشوفي قطعه معموله بطباعه اليه طبعا. تمام، هتقولي اغلى حاجه الهاند ميد ده يعني، الحاجات اللي بالايد دي اغلى حاجه في العالم كله يعني. بالظبط، لدرجه هقول لك حاجه، انا لما شافوا في معرض بيرنكس الشغل، الناس ما صدقتش ان ده يدوي، ده افتكرته ان هو من الدقه يعني. من الدقه تمام. لا، في يدوي شبيه بالظبط الالي. ومين قال الالي حلو اصلا؟ ده بالعكس، الحاجات اللي يعني عدم الانتظام في الحاجه ده بيبقى مدي كده حاجه ناتشرال وحاجه بالظبط بتبقى اغلى عاده يعني. وحضرتك هقول لك على حاجه، كان الفنانين اللي هم لابسه بيس يونيك. بالظبط بالظبط، انت كده جبتي كده. ايوه طبعا، لابسه بيس يونيك، انا احب الحاجات دي اصلي فعليا. وده اللي خلاني كمان اتجه من عشان ادرس مكملات ازاي، اللي هو الجزء الخاص بالاكسسوارز الخلايا، ودي اخدتها بقى من وزاره الصناعه في برنامج تمكين المراه. تمام، فابتديت ان انا اعرف ازاي ان انا اوظف ده. تمام، مع طباعه المنسوجات وازاي. تمام، انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا دكتور بانسيل ادهم، الفنانه التشكيليه، وبشكرك على الافكار الجميله اللي اديتيها لنا، وفي انتظارك مره جايه قبلك السنه الجايه كده تكوني عملتي مشروعك واكون لابسه حاجه من الحاجات بتاعتك بس باذن الله. بس ان شاء الله باذن الله. بس ده يخليني برضو اذكر حاجه مهمه جدا، ان بفضلها اخذت الجائزه التشجيعيه عن بنالي بورسعيد 2015 وفنان مصر الاول. ما شاء الله ما شاء الله، ففضلها ده فضلها عليا. الف مبروك. الله يبارك فيك. بشكرك جدا على وجودك معايا. ميرسي جدا لزوق. فقراتنا لسه متواصله معاكي وراجعين بس بعد الفاصل.